صافا خويا لاباس مرحبا بك. السلام عليكم. اجا نقول لك حق راه مش كي راس العام. لا 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 خويا كلمة لا لا لطفي يسخدني جورج بوش قدام ها وزير هذا وزير وزير نحاو باش لك حتى لطف معناتها ناخذوا دياري في مخي عمل لطفي احنا فانا حاسه تو امان تنفس نفس فانا شهر ترى في فواز قدامك رجعتني لطفولتي ذكرني بك البوت لينو كنا البسوق بل انا بيرسونيل مون بوست لبست بوست بوست تبوسوا في الليل تعمل والله ما يتنحاش النحيوه في الصيف بالدكان اوف صافا صافا فواز كنت تنجم وانت صغير معناتها فواز هالصحته انت فواز هالصحته حتى انت خويا تقلقنا عليك عايشك ربي يخليك خاطر انا عرفت اللي الناس الكل اللي جاوا يسبوا في 2012 باش يطيح فيهم ظهر يرحم والدي قدام 2013 انت زيدا في بالنا باش تمشي اكثر مكان امن في تونس اليوم هو الحبس مشيت تحقق على اول عام معناتها بذلك العام بالتحقيق مشيت الفرقه الاولى انا راه سي ان غران تونور بور مو شرف اني مشيت ابحث في فرقه الفرقه الاولى للابحاث العدليه هي معناها نورمالمون تهز مجرم قتل معناها افير ديتا ولا انسان خان البلاد ولا يبقى انت مجرم ما قتلتش اي انا مجرم ما قتلتش وشنو معناتها التحقيق على حكايه سبعي رشرشي عندي سبع رشرشي فرشتم في الاميسيون في الديوانه قالوا لي تخلي اسبوع وتخرج دونك لبس خاطر عاودت وتفرجتوا في الاميسيون طلعني في الفري شوب قد تشري من صباع عندك الحق في الفري شوب عندك الحق في زوج سوابع وكرتوشه دخان وكرتوشه دخان باهي دونك حتى الوزير سمير ديلو قال راه ما عندي حتى علاقه بالشيء اللي سمير ديلو ما قلتهاش انا مي سمير ديلو سيرتو وقت مشيت بحثت وخذت هي على الفيسبوك والمنظمات العالميه الكل بداوا يكتبوا درا شنو انا قاعد في القهوه في حومتي كلمتني سكرتيره نتاعو قول انا فتحي العشوب اي سيري دونك هكا هو بعد يعني موقف اثر في نفسك وقريب تجهش بالبكاء لا ما اثرش في نفسي على خاطر انا احترمت الديمارش نتاعو والنتي نتاعو انه جاء لكن قلت له في نفس الوقت قلت له تمنيتك الديسكور هذايا تقوله قبل باش مع اذا قلته تتنحل معناها دون لو سونس ما عنديش مشكله مع لطفي راهو مش حكايه صباع اللي قاومتني ومنه من اون تو لي كا يعطيه الصحه في الديمارش معناها سا ما في بليزير وقدمنا نحن قضيه بفتحي العيوني ان شاء الله قلت ربي على اساس انه معناها شهر بيا قدام العباد وتهمني وراس سبوع ما كانش موجود معناها ورينا خاطر كي بحثوا هما شافوا الفيديو راس سبوع ما كانش موجود يلزم تحليل هذا يلزم تحليل في مخه مش في مخه ليه هو توا اكد وقال القضيه خاطر حكي وراوني الورقه نتاع القضيه اللي قريتها محطوطه معناها اشاره اللا اخلاقيه مش معناها كلام ولا ايحاء إشارة اللا أخلاقية بالإصبع السطات ولا السحاح ولا السباب ولا سبابة 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 أنا قريتها معناها الحقيقة متاع ربي معناها قدمنا به قضية على أساس أنه تهمني بحاجة ما راهاش ممكن يتمنى يرى حاجة يخيرها في مخه ومبروك عليه السبع اللي فهمه فهمت خاطر انا قلت اسبوع اخر معناها فما 10 سوابع فازل الابهام هو الابهام هذيك ظهر لي سينيتا ديسبري العرايض قالوا الله يرحمه شكري الله يرحمه قالوا له كيفاش قتلوه ولا العرايض مخ قاعد عام 87 بلوكيا وباش فهمت قالوا اللي قتل شكري العرايض على دراجة نارية من نوع الموبيلات حلاي بيقتلوا يا معلم فيسبا سكوتور فيسبا موبيلات وقال وعمر القاتل شاع ولن كي بحثنا شكري الله يرحمه ما قال شيء لتوقع
وكما قال لنا بوشلاكا الجثة ميتة ما وبعد قلم لوليد يعني بالتدقيق لوليد هذا عمره يتراوح بالدقة عندنا الدقة في الداخلية عمره من 25 سنة ل 40 سنة يا معلم 45 سنة 25 سنة 40 سنة ما بيناتهم 15 سنة معناها وراه واحد من تالي بيه وزير الثقافة تعرف فاش يختاروا الوزراء يرقاو هريت رقاو يختاروا الوزراء يقولوا لهم أي باش نرقيوكم شكون فيكم ياسر مش فاهم شيء هادي شكون فيكم باش شكون فيكم يحب تونس ويحب بلبصة يقول له آني لا أنت باهي أنت باهي ما تيش وزير أنت باهي هذاك خايب أنت حطوك هكاك راك ولاحظت فما وزير في بلاصته طارق ذياب يخرج يحكي على الصحة والصحة يخرج يحكي على الكياسات ديلو يعقب مرة يعقب ظهر لي يقلق الصباح يلعبوا شي لافورمي في القصبة والله لا يزيني مزار ثقافة يا أخي بالله العظيم يا شير لافورمي شير لا جاء مرزوقي قال لهم نحب نلعب معكم قالوا له غمض المرزوقي انتوا يحسب خمس آلاف ست آلاف ما زال الغنوشي قالهم والله العظيم كان بالحكة أخير عرفت ما تعرفش الحكة ما يعرفوش الحكة مش بلاش نية فازدة قبل كنا نلعب غميضة والشدة والحكة يحك لك راسك كي نمتي راسك ما عندهم ما يحكوا لطفي عين عينه حكومة معي ها؟ نعينه حكومة أنا ديجا ولاد حومتي ريتهم البوليس والبوليس اللي تعدى يعملوا لها بسس قلت له شبيك قال ينشكلوا في حكومة ها نعينه حكومة نحن ما عينه يا شومة بش نعينه احنا خلي ما هو مثقف هو البديل قال لا يا اخوي به وزارة الثقافة سهلة والله الريحة الرافعه هادي ذبوت مش واحد ذبوت بالربايت عنده وال عرفت ذاك اللي دوش له بالشاليمو في الدار بيه والله جيت كالم الريحة شيختني جيت قلت يزي من البلاد لطفي خلي العباد يشوفوا كالم وتعرف تحكي ونحكي وثقافة ضربت ضربتين سايب ضرب بو خمسة في القاعة سلعة بتاع الصح هذه يظهر يضي السلعة يخو فيها جبالي كان تعرف عليه جبالي قال لي حكومة التكنوقراط تعرف عليه لا. أول مرة أسحق كان شيخ اسحاق قال بحكم التكنوقراط ولا تحومتي الكل صبحوا تكنوقراط الصباح وقعد قال لي شفتني انا تكنوقراط بابا تكنوقراط العزوزه ما قراتش قال تحب تخدمها بالله هي في بلاستي وانا لا 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 بس لحنين براس لحنين لا باش تكون حاضر بمسرحية جديدة ولا قديمة ولا لا ولا بس عندك تجربة مسرحية فرنسية بطاط أكثر من اللي بطاط الدستور عمين قال واحد قال لي عمين يكتبوا فيه يضرب في 4 ملايين تحبوا ما يقعدش عمين ياخذ حتى 6 سنين الدستور والله تهزوا لامي الصباح تنزلها قضية وكيلو لحم طيب لك مرقة خضرة ودستور في نهار لمين النهدي هذا السؤال انت كنت باش توجهه لي ليا لمين النهدي قال عليك خايب في اذاعه اف ام وما تحشمش على خاطر نصر الدين بن مختار انت تعاركت معاه وهو حضرت له في جنازته كي قال عليك ما تحشمش برشا قالوا اول مره لمين النهدي يقول الحقيقه صحيح عنده الحق والله لا تحشم لا تجعل خويا ما بتتمركك لا الموضوع هذا نحب نحكيه فيه بجديه برجليه تفضل تبدلت يا لطفي تبدلت تعرف علاش وليت هكايا مد عشر
لطفي لا ريت حد ما يحب يسيب كرسيه. اي برجلي برجلي باش نخمجوها. لازم تشوفوا لي حل في الحصه. ولا الصبات ولا تيقوا مكا الشيخ ربي اسمع نخرج طايح مون غدوه نطلع في الكار خويا صبات كرحم انت. سوالي تروف بو خمسه معلم. صباتك انت معلم عاش نجم وين بيتها سيق. عندك اكلك حل بين سوابعك. ننسى كان السلعة ذي خلتها ما تبيعش توت قسمها واضربها بالحنة وبيع مش. استنى لحظة لحظة لطفي خويا نجمو ناكلو خبزة معاك. اسمع انا انت باش يقمروك البس سفساري اخرج في سفساري سينو باش يصوروك باش يشيخوا عليك من توا اعمل سفساري. باهي قبل ما نكملوا مع خويا تخليني نخدم على روحي ولا؟ اي عندي اربع اسئلة نخلص عليهم خلنا نسألهم لك ونمشي روحي. ربي يعينك. الورقة الأولى خويا تي برا تعدينا طول اليمين نحيوها الوزارة تي نحفك علينا من الوزارة من لا تعرف انا مش باش نخدم خدمة اعلام العرب صراحة خاطر اللي عجبني في الفازة متاعك الرياكسيون متاعك بعد ما قال لمين الكلام هذاك صح لطفي العبدلي باهي متذكر وقتها العام الجديد استقبلناه في 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 لاباس بسهرية ريفيون الناس الكل تذكر معناتها الناس الكل برشا تفرجوا والناس الكل معناتها املت في كثر لها ما حقوش يسكر يجي ما حقوش يجي نشطه سكران ما حقوش يجيك ضيفه سكران برشا يسخيلوني سكران برشا يسخيلوك سكران مثلا الهيئه نتاعك وكيفاش انت تنجز واحد كذا ما ينجمش معناتها برشا ما في بالهمش اللي انت عمرك ما شربت عمرك ما تكيفت حياتك كل لا اي كيفش ما تشربش ما تكيفش ما تشربش وتقوم بواجباتك الدينيه تصلي تصلي معناتها ربي ثبتنا عليه رب ليه كل حاجه في بلاصتها لي جون لي جون اوبلي لي انا هنا جاي باش نعملوا تفدليكه وضحكه وانا فنان وممثل ونجم نعمل دور السكران ودور السارق معناها من لما رجعنا نعمل دور السارق يدخلوني الحبس في الشارع يقول رجع فلوس العباد دونك يفو با بروندر لا فيكسيون بور اون رياليتي سي اون فيكسيون احنا دورنا انا اليوم نقصروا ونفرهدوا العباد العباد فاده ياسر مساكن يحبوا يضحكوا جوستومون العباد توا اللي يتكلموا يقول لك يا خويا ما عادش نحب شيء نحب نتفرهد فديت ليسونس غلاه ليسونس العباد توا انا بيرسونيل مو باش نشري بغل مش نفادلك بغل معناتها يولي وزوز لا 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 بغل باش نشري بغل فان ايش نقول لك انا اتحمل مسؤوليتك نجم ترد الفعل الحلقه جايه معناها مش رد الفعل لا لا إيه في عقلك لا لا نجم ترد الفعل الحلقة الجاية سي ما يفهم في البغولة كل بغل يا يا سي علي قص البرنامج يا سي علي البغل تغشش قص علاش نشري بغل تنهزك معايا وكذا بربي ايش باش تكلف لي شوية قرط والدنيا فهمت لا تبرنجي لا تقعد تصب في الليسانس حتى الشوكلابة متاعو تعمل بها جنينة وتلسو لا ولا يحكي على البغل بالحق تو مش علي دونك انت قاعد تقول يحكي على البغل ولا علي انا ومالكش انا فما نقاط مشتركة احكي لي على ميد ان تونيزيا از باك شنيا عصرت نقول ما تعصرتها ياسر المسرحية عمل ميدان تايوان سؤال انا انت تعرفني اول مس اول نهار اول مسرحيه جيتها ميدان تونيزيا قداش ليا نخدم انا عملت اول منشول اليوم اربع سنين من با ثلاث سنين اربع سنين انا عملت تروا فيرسيون ثلاث تروا فيرسيون معناها اجتهاد مني وليت اليوم نتحاسب شبيك تبدل معناها كان خليت يرحم والديك مزيان لا اعطيني اليوم شكون في اربع سنين عمل زوز ثلاثه مسرحيات واعطيني اكثر واحد اليوم خدم اكثر واحد اقل واحد اليوم اقل واحد يقعد ستة سبع سنين بمسرحية صحيح ولا
قاد يقعد 5 سنين أو قاد زعمل يولا ريفيرونس في التونس يقعد 5 6 سنين. كي أنا اليوم شاك فوا نبدل على خطر ظروف البلاد تبدلت فيسة أو جات ثورة ما عادش لازم نحكي الحكاية اللي حكيتها مقبل وقاعد نبدل شاك فوا باش بعبيد ما تقلقش. والحكومة ذي هي قاعدة تكتب لي رو في اللي تكست يبدلوا ياسر هما قاعد نبدل انا ما نجمش. انا كل مره تفرجت في المراه قاعده بحذايا مرتي نتفرجوا في المراه قالت لهم نحبوا نعملوا دار الشباب للشهداء. معناها الشهداء يجي والسباح دار الشباب يقول له شنو احوالك يقول له والله وقتين ما نعرفكش ونمت البارح يقول له ايه توفيت والله ما زلت كيتو يقول له اخي ولد عمك مش توفى يقول له توفى يطلع في الروح ما عندوش معارف هذاك ان شاء الله. معناها خزرت مرتي قلت لها قلت لك يكتبوا لي في السكتشوات صحيح ما عادش انا نكتب في السكتشوات تبدل معناتها تبدل به بالنسبه للايزباك بدلوا نعمل في الواحد ايزباك هاو علاش ايزباك انا كي صاروا لي مشاكل نهار 14 مارس انا كي صاروا لي اخر تورني عملتها في السيف ومنعت من الموت وصاروا لي المشاكل عباد ولات تجيني بسيوفه صارت لي مشكله مع الداخليه وبعد جد عباد حبت تقتلني وهبطت في الفيسبوك لطفي في العبد اللي زنديق ويجيب قتله وحليت المشكله ما مش نقعدوا حكينا فيها حكينا فيها والتهديدات ومن بعد قضيه ودنيا كاني نبيع في الزطله مش نعمل في مسرحيه معناها كاني لكن من بعد الحقيقه نتاع ربي تبدا انت بوليسيه تعس عليك وبالكاغول وبالسلاح واربع جارد كورات وما تعرفش على روحك وقتاش باش تاكلها والناس تجري بالسكاكن وينقزوا وانت تضحك في العباد جايينك 3000 يلزمهم يضحكوا وانت سيرسين تعطي انرجي نتاع كانه جوار يلعب حفيان يلزمو يماركي العباد ما يهمهاش فيك يلزمها تضحك. انا كملتها التورني نتاعي تعبت برشا والجو تنحالي وقتها من المسرح غزرت قلت انا وبطبيعتي جاوني افلام اجنبيه خرجت نصور برا قلت فك عليا يزي انا واحد يريسكو سافي باش اربعه من الناس تضحك واحد وفديت الحقيقه نتاع ربي فديت وقلت ظهر لي ما عادش راجع بتتر باش نعمل نوع نتاع مسرح اخر ولا باش نقعد نخدم في باريس بارابور المشاريع اللي عندي. وبعد بشويه لامور دو لا سين رجع لي دو الحقيقه عرضوني ناس في الشارع كل اللي لطفي والله يفدينا ونحبوا نضحك أزمة ونحب ونشيخ وضحكنا وفرهدنا على قلوبنا ويعرضوني يقول لي ما تفرهدنا على قلوب لكن أنت ما تعرف ممكن يقول الفنانين كل ما يقولوا لك تولي عندك كل مسؤولية تولي عندك ما تصارت لك كل مناجدة فوالا. بعد بشوية رجعت قلت خلنا نرجع فيك دي ريبيتيسيون خلنا نرجع نبدل يوم تيت فيرسيون نعمل حاجات جدد حتى لين وقلت نجرب بالعرض الأولاني اللي عملته الأولاني في بلجيكا قضايا لا انصايف ساعه هذه معناتها تفرش لي معناتها تخدم برشا محامين به فما واحد مركب باش يخدم ظهر مش مهم جيب محمل باش نعمل له لعبه لطفي العبد والله من تعبك والله من تعب لك ايديك من القضايا اللي تحل محكمه بريفي وحدك محكمه بريفي وتعمل مركز وحبس والدنيا وتبدا لاهي انت ويبدا مسجون معاك يقول لك مع الناس برشا مساجين تنوسع بالي معاك دخلك المرهوجة لطفي العبد اللي قلت يدخلك المرهوجة للحبس نعم طلع يحشم مرها في الواحد المرهوجة بتاع في خصمك نقص شبيه مرهوجة راي لوبيا ولا جلبانة ولا حاجة حسيت روحي مو لا نطيح الاخرى قوية ياسر نطيح توا اسمك ريت من بعد هذيك تاخو بوتكاية ومن بعد تاخو سندال ومن بعد سلاكة باش تطيح باش تريح براس العزيزة خليني نمروك خاطر نهار 14